ما بلغت الإخوان والأخوات ديالكم قبل من ندخلوا للتحقيق، حضرنا اليوم كدفاع ديال الأستاذة والفنانة المقتدرة لطيفة رأفت اللي تنصبت اليوم أمام السيد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف الدار البيضاء كمطالبة بالحق المدني في مواجهة شخص تم توقيفه بناء على الشكاية التي تقدمت بها لطيفة رأفت في شأن الابتزاز والنصب والتنمر وتكوين عصابة إجرامية ومحاولة القتل والتهديد بالقتل، واللي أعطت النتائج ديالها الأولية ديال الأبحاث والتحريات توقيف شخص في التلبس، وانطلاقا من المحادثات اللي ضبطتها الضابطة القضائية في الواتساب ديالو ولا ديالها، واللي كان فيها مساومات اللي هو موقوف اليوم بناء على أمر قضائي من طرف القضاء المغربي واللي نفذوا القضاء الإيطالي، واللي بموجبه غيتم التقديم ديالو حسب الإجراءات والاتفاق اللي كاين الدولي في التعاون القضائي ما بين المغرب وإيطاليا. قاد واحد الشبكة ديال الابتزاز وديال النصب ومحاولة النصب والتشهير والقتل ومحاولة القتل والتهديد بالقتل في حق الفنانة لطيفة رأفت. لماذا؟ لأنها لم ترضخ إلى مطالبه المتمثلة في الابتزاز وتهديده لها بنشر إيديوهات وفيديوهات هي وطليقها في وضعية حسب تقديره هو غير صحيحة، مع العلم أنه واش كيتوفر أو لا يتوفر هذه الفيديوهات حنا ما عارفينش هادشي، ولكن هذه التهديدات واردة ومسجلة وتحدث عنها علانية وساوم بناء عليها الشخص الذي موقف الذي كان يقدم على أساس أنه ضابط في المخابرات أو ضابط في المخابرات العامة الخارجية للمملكة المغربية. طلع في نهاية المطاف ما عنده علاقة لا بهذا الجهاز ولا بهذا الجهاز الآخر، اللي بان أنه اللي هو تم التوقيف ديالو في إيطاليا واللي كان تيقدم نفسه كمعارض للدولة المغربية ما هو إلا نصاب ومجرم ومتهم بعدة تهم كبيرة في المغرب وخارج المغرب، وبان على أنه كذلك موضوع مذكرات بحث عديدة في إيطاليا وفي المغرب بشأن عديد من الأفعال، وبان أنه كيستهدف الفنانة لطيفة رأفت بالأجل الابتزاز وكيطلب منها، وبل صرح بذلك أنه كيوجه الاتهام لبعض المسؤولين في الدولة وفي مؤسسات اللي هي سيادية أو بعض المستشارين ديال جلالة الملك اللي هما بعيدين كل البعد عن الملف اللي هو كان مذكور يريد إقحام أسمائهم، يعني بالزز صحة كما كنقولوا بأي وجه من الأوجه، ولكن لم يتأتى له ذلك لأن لطيفة رأفت ما خضعتش لهذا الابتزاز ديالو وتم الفضح ديالو وتفضح، لأن الله سبحانه وتعالى فضحه قبل ما تفضحوا العبد. وهنا بغيت نقول كلمة شكر في حق السادة وكلاء العاملين للملك بكل من الرباط والدار البيضاء وكيل الملك بالرباط لتفاعلهم الإيجابي والسريع مع الشكاية ديال السيدة لطيفة رأفت، وبغيت نشكر الأمن بولاية أمن الرباط والدار البيضاء والفرقة الوطنية ونساء ورجال الأمن اللي عملوا كل الجهود من أجل الوصول إلى هذا الشخص في ظرف قياسي زمن قياسي وضبطه في حالة التلبس، بالإضافة إلى أنه بان على أنه شريك ولباقي أفراد العصابة اللي كنتمناو حتى هما يطلق عليهم القبض في أقرب الأجل، والأبحاث والتحرية التحريات توصل لهم ويتقدموا أمام السيد قاضي التحقيق، وخص المغاربة والمغربيات يعرفوا هذا الموضوع والحقيقة ديالو عكس ما كان يتم الترويج إليه. وهذا الشيء كامل كان يتم باش يعني يتم تبخيص دور المؤسسات، يتم تبخيص دور الفنانة المقتدرين أمثال لطيفة رأفت التي كانت عالية كجبال الأطلس والتي كانت شامخة في مواجهتها بالرغم ما تعرضت له من إساءة مادية ومعنوية سنؤكدها ونثبتها أمام القضاء. كان بغي نشكر وسائل الإعلام اللي حضرت بكثافة منذ البداية ديال التقديم في التحقيق إلى الآن، والآن بغي الشعب المغربي والناس المغاربة الجمهور ديال لطيفة رأفت يطمئن أنها
الحمد لله بخير وعلى خير وما عندها حتى حاجه. وعما قريب غادا تواصل معهم عبر منصات موازين اللي غيكون في مدينه الرباط، واللي يعني عملوا جاهدين باش يدمروا هذه السيده هذه. وهنا الشكر كدفاع وكمواطن مغربي لجمعيه مغرب الثقافات اللي كتنظم هذا المهرجان ديال الموازين. شكرا للسلطات بالرباط اللي يعني شركه مع هذه المؤسسه ديال مغرب الثقافات اللي استضافت لطيف رأفت، واللي هذا كيظهر لي اكبر رد اعتبار واكبر احتضان اللي عهدوا الشعب المغربي وعهدته لطيفه في الشعب المغربي. بلد كانت اليوم كاين دوله الحق والقانون، ومن بعد ما اكتملت الامور قدمتها للامن وقدمتها للقضاء، والقضاء مشكور والفرقه الوطنيه مشكوره والاجهزه الامنيه مشكوره، قامت بالعمل ديالها طبقا للقانون وتحت اشراف النيابات العامه المختصه ووفقا لما هو منصوص عليه في القانون الجنائيه، واثبتت التحريات والخبرات على انها فعلا تلقت مكالمات ديال المساومه، وتلقت تهديد بالقتل، وتلقت تهديد بالانتحار، وتلقت عديد من الامور اللي مازال يكشف عليها يعني قرار الاحاله لما يتحل الملف على غرفه الجنايات. بغيف الان عكس ما كان يتم تقديمه للراي العام، لطيفة رأفت الانسانه الشامخه والفنانه العظيمه ابت الا ان تحضر اليوم للقضاء وان تشكركم انه جميعا وتشكركم على قدومكم لابلاغ هذه الرساله للراي العام. وانا كدفاع كنقولها، لطيفة رأفت لا علاقة لها لا بالملف الأول ولا علاقة لها بكل ما هو منسوب من أفعال ومتابعات اللي هي موضوع مطالبة استدقاء التحقيق، عفوا مطالبة الوكيل العام من استدقاء التحقيق في الملف الأول، تم استدعاؤها لتقديم إفادات، فأبلغت القضاء ما طلب منها طبقا للقانون ووفقا للقانون بعد أدي اليمين وانتهى الملف. ولكن بعض منكم سامحهم الله في الداخل أعطوا للملف أبعاد أخرى، وكنا نعتقد على أنه فضول إعلامي، فإذا به سيتبين على أنه يندرج في خانة الاستفزاز والابتزاز الذي يشرف عليه اللي تم التوقيف دياله من إيطاليا. ولكن أستاذ دابا بحال وجهتينا تيام حنا متواطئين في الاستفزاز. لا ماشي نتوما، ما نقولش نتوما، منكم من قلب الجسم الصحفي ومن قلب المحاماة ومن قلب الفن هنالك من أراد الشر بلطيفة، ولكن الله سبحانه وتعالى نصرها. أنا أقدر الإعلام والإعلاميات سيدتي، أنا أعي ما أقول، زملائك شاهدين، وانت بغيتي تقوليني كلام أنا ما قلتوش، ماشي للتوضيح، انت كتقولي لي كلام أنا ما قلتوش. أؤكد أن هناك من الإعلاميين من ساهم في التشهير بلطيفة رأفت، هنالك من الإعلاميين في الداخل من أراد ابتزاز لطيفة رأفت، ولما يصل الوقت سنذكر الأسماء.